اليوم معلمين محافظة بابل وجماهير البابلية تخرج بمظاهرة كبرى مطالبة إلى سادة أعضاء مجلس المحافظة بتغيير قرارهم الأخير بتنصيب المحافظ. ومطالب بابل هي واضحة العيان، يجب أن يتم اختيار شخصية بابلية معروفة قدمت لأهالي بابل، وما أكثر الرجالات في محافظة بابل وما أكثر النساء البابليات يستحقون اليوم أن يديروا أيضا محافظة بابل. ونحتاج إلى وقفة جادة من كل الشرفاء، بحاجة إلى خدمات تربوية، بحاجة إلى أبنية مدرسية، بحاجة إلى اليوم شوارع، بحاجة إلى نظافة مدينة. اليوم ننتظر، بدأ المطر يتساقط وحسب أخبار الأنواع الجوية سوف يستمر بسقوط الأمطار وبغزارة لمدة 3 أيام أو 4 أيام، وهذا سوف يحصل تهديم في الدور السكنية وخاصة دور السكنية الفقراء، وسوف نخسر الكثير من الضحايا. وهي رسالة إلى كل المسؤولين أصحاب القرار، هو ماذا فعلتم خلال هذه الأعوام الذي مضت وقدرها 15 عام. اليوم عليكم أن تبتعدوا عن المحاصصة وتتوجهون لاختيار الشخصيات الاجتماعية، الشخصيات المهنية، الشخصيات التي نترجى ونتمنى منها أن تقدم إلى بابل كل خير. وهي رسالة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء أيضا باختيار وزراء يكون وزراء مهنيين تكنوقراط حقيقيين يقومون بخدمة أهل العراق وشعب العراق، يحافظون على أرض العراق. كفانا محاصصة، كفانا اختيار، هذا لك وهذا لي. نعم ضحيتم وما قصرتم، ونحتاج اليوم إلى وقفة من الجميع لبناء العراق وبناء محافظة بابل. وبابل يوم بعد يوم أسوأ مع الأسف، اليوم بحاجة إلى موجود أعتقد 13 عضو مجلس محافظة رفضوا تنصيب المحافظ، وبحاجة إلى 4 أو 5 من الإخوان 18 أو كلهم يتم اختيار تغيير هذا القرار وفق الكتاب اللي صدر من محافظ بابل الأخير، واختيار شخصية بابلية. زماء الشعب البابلي اليوم إلى اختيار شخصيات بابلية، وشخصيات بابلية ما أكثرهم. وفق الله الجميع، وفق الله أخواننا المتظاهرين، وفق الله أخواننا الإعلاميين المتواجدين في كل مكان وفي كل ساعة من أجل بابل أنظف وأجمل. ننطلق من محافظة بابل، زين، من محافظة بابل، بابل الذي منكوبة من جميع الخدمات، زين، كل خدمات ما بيها، الكانت قبل والكانت هالساعة. ليش بابل من دون محافظات العراقية بابل منكوبة؟ ليش؟ والله شنو جايبين محافظ من خارج محافظة بابل؟ ليش يا ابي احنا ما عندنا زين من بابل؟ والله جايب الناس سيد علي العلاق، هو سيد علي العلاق اللي حصله بابل، ما الله يجيب لنا ابن اخته، وابن اخته مين هو اللي جايب لنا اياه؟ فما يصير اخواني، احنا عندنا زلم ما شاء الله وقاده وناس وشيوخ عشائر بابل، هي اللي تحكم بابل، مو جاي من بغداد يحكم بابل. والله قلبه، هو قلبه اللي يحترق على بابل، هو خاله سوى البابل، ما الله يسوي ابن اخته، زين، ويقول ابن اخت انا متعلم من خالي مدرسه، هو خاله مدرسه، راح يطلع ماجستير له دبلوم، زين، ما يصير هيك اخوان، هاي اللي احتفظ عليه، وهاي انتخابات من اعضاء مجلس محافظه بابل، 18 عضو مجلس محافظه بابل صوتوا عليه اصلا ما مقبول اصلا، زين، ما مقبول، المفروض الشعب هو اللي يصوت على المحافظه مال بابل، زين، أهدافنا احنا ما نخلص، ولا نعوف المظاهرات الا يخرج من هذا، ونطالب رئيس الجمهورية، زين، نطالب رئيس الجمهورية المفروض لازم يتخذ قرار بهذا الشيء،
زين ورئيس الوزراء همتين طالبه زين ترى بابل انتهت، بابل راح تصير انتحاريه اذا ظل هذا الشكل. هاي الامور بيها تظل زين، واحنا عتبنا على 18 عضو مجلس محافظه بابل اللي باعوا بابل، بس ان شاء الله الله واهل البيت يصدقوا لهم ومعروفين واحد واحد. احنا عمي ما يخلونا ننتخب، احنا ما يخلونا ننتخب، احنا مو هاي صفقات حبيبي، هاي صفقات، صفقات الفقير الى الله. هاي بس بابل، بابل لان ناسها طيبه، بابل ناسها طيبه، الطيب هيك ياخذون عليه. اهل بابل طيبين، اهل بابل والاقضيه والنواحي مالتها كلها طيبه، هل اللي داعي يسوون بيه هذا الشيء؟ مطالبنا يا خسائر المحافظ لازم يطلع من المار. نطالب رئيس الجمهوريه ونطالب الحكومه البرلمانيه كلها، المفروض لازم يطلع هذا المحافظ مال بابل ويطلعنا ويشفينا شغى زين، خلي يروح يشتري غير اصواتنا. نطالب رئيس الجمهورية بعدم مصادقة على أوراق كرار العبادي لأنه خارج هذه المحافظة، ونطالب أعضاء المحافظة الذين صوتوا له كل من علي الدلي وقرعد حمزة علوان وبان وكل الأعضاء الموجودين الآن 18 عضو أن يتنازلوا عن هذا التصويت. بابل ما تنباع بالمحاصصة، بابل ما تنباع بالفلوس، بابل مدينة التاريخ. يجب علينا كجميع المتظاهرين واهالي بابل ان نقف وقفه واحده لكي نخلص هذه المحافظه من هذه الاشرار. سؤالي الى رئيس مجلس محافظه بابل، لماذا هذا الاصرار على بقاء كرار، لماذا هذا الاصرار على بقائك لكرار لتقديم جميع الادله القانونيه بعدم ثبوتيه كرار من اهالي محافظه بابل؟ وهذه الادله عندي موجوده، اتحدى كرار شخصيا ان ياتي ببطاقه السكن حاليا منهم من محافظه بابل، كرار من اهالي بغداد، كرار اشترى ذمم اصوات المحافظه، كرار كرار باع المحافظه. الان مجلس اداره محافظه بابل صدرت مرسوم يقول ان صادق مدلول بعد لا تنتهي صلاحيته. شلون محافظه بابل بها اثنين محافظين؟ ما فيك، انا على مدارسي ما سمعت محافظه بها اثنين محافظين. ارجو من جميع الخيرين، ارجو من اعضاء مجلس محافظه، ارجو من الدكتور عادل عبد المهدي، سماحه السيد القائد مقتدى الصدر، كل واحد شريف بالعراق ان يتدخل فورا في هذه القضيه، لان مصلحه بابل فوق مصلحه الكل، مو مصلحتي الشخصيه. اليوم انا طالع هنا عايف شغل وعايف عيالي، جاي من اجل كره ولا لا؟ جاي من اجل بابل، خلاص بابل، هاي بابل مدينه تاريخيه، بابل معروفه بالشهداء، ضحت ما ضحت، واطلب من جميع الخيرين ان يتخلصوا من هذا المعلومه. كرار لم ياتي من بغداد الى بابل خاليا، كرار اتى الى بابل على مود مشروع مجاري بابل الكبير وجسر بته وغيرها من المشاريع، مشروع مجاري بابل 300 مليار. كرار دفع الفلوس لاعضاء مجلس محافظه بابل في سبيل السلط على هذه الامور، والدليل موجود، واي شيء تريده عند الموبايل موجود، اي شيء تريد على كرار عنده على كرار. كرار باحث او تي باحث على قناه دي جي يقول خالي علي علاق ومدرسه علمت بعده على علاق، ايش قدم بابل 8 سنوات؟ اعطيني شيء سواب بابل على علاق، انت تقول لي مدرسه؟ شو المدرسه على علاق؟ اطلب من جميع الناس الخيرين واعضاء مجلس محافظه اللي خيرين مو الفاسدين، الخيرين بهم ناس خيرين، اطلب من عندهم تدخل فورا، واطلب من رئيس مجلس محافظه بابل رعد حمزه علوان لماذا هذا الاصرار على بقاء على كرار؟ ايش قد دفع لك كرار وبقيت عليه؟ سولف لنا اليوم، انا اريد جواب من عندك مواطن حلاوي، اريد من عندك جواب لماذا هذا الاصرار على كرار مع تقديم جميع الادله القانونيه من اعضاء مجلس محافظه لك. انا رجل امي لا اقرا ولا اكتب، بس اللي الاهداف شفتها بعيني. اول وحده انت هسه بعشيره، هل تقبل واحد يحكمك من غير عشيره يصيرك رئيس عشيره؟ اسئله كلك تقبل زين. شلون المحافظه لا من بغداد، يعني هاي الحله ما بيها ناس اكفاء، بيها قاده، بيها عمداء كلها متقاعدين، وبيها شهايد عليا هسه يلمون قواطع على الشارع. يعني هذا ما يصير محافظ، هو يصير محافظ ولا ضال سياب؟ هاي وحده. اثنين
شنو اللي قدموه؟ روح الشف كم مجمع اللي هسه باقيات متروسه زباله. فاحنا ما نقبل يوم محافظ من بابل عرفتنا انه من بابل يعرف ظروف بابل كلها، يعرف هاي ويعرف هاي، كيف جاء من بغداد ما يعرف هاي المنطقه شو هاي ما بيها. فما نقبل محافظ يصير من بغداد اطلاقيا. عندنا اكفاء من بابل هنا عرفت؟ يا اهل اختار الشعب مو هم. ما صفقات بيناتهم لا ما نقبل. ما حد قال لنا. ما ندري راسا مفاجاه صارت. شاروا الشعب يعني 18 واحد محافظه يتحكمون بها، مو صحيح هذا. فعندنا ناس كفا هنا اي واحد منهم يصير احنا نحط عروسنا، بس هذا الشخص لا بلا ما نقبل. احنا ضحينا، هاي اللي حاكيك ضحينا، اللي دفع هيك يوم منك وراسا صار راس المحافظ عرفت؟ هذا ايش راح حاسب غير حساب هذا. الله شاهد لا كان بها اربع طابقات يخليها ولا طابقه بعد انتهت عرفت؟ وانا مسؤول عن كلامي يعني. زين كلها بالرشوات شنو يسوي الحله؟ اعطيني شنو يسوي الحله؟ هاي الحله روح ناحيه القاسم تراب الذري المجاري طافحه شنو سووا؟ اخي ما كيش حكي هذا. احنا ناس عندنا كفاه هنا خلينا كفاه مو جبل من غير واحد. شنو مدرسه؟ شنو هاشا؟ شنو هاي الوادم؟ هاي اميه كلها؟ فما نقبل مستحيل. اليوم هاي الناس الشرفاء الناس الغيرين اللي طلعت اللي عافت اشغالها اليوم مو مظاهره، احنا اليوم معتصمين اليوم احنا مستعدين ننطي دماء، اليوم مستعدين ننطي دماء في سبيل انجاح هذه الثوره، هذه الثوره ضد الفساد والظلم والتهميش. اهل بابل ما ممثلين لا على مستوى البرلمان، ما عندنا من يمثلنا بالبرلمان العراقي، لو اكو اللي يمثلنا بالبرلمان العراقي كان اليوم هاي القصه اللي يتحدث بها العالم اجمع كان دعا الى جلسه طارئه ومناقشتها وحل هاي المهزله اللي صار شعب بابل بسببها مهزله الكل العراق والعالم العربي والاسلامي. اليوم هاي مهزله انتخاب المحافظ، اليوم بابل من السقوط لحد الان ما بيها اي مشروع غير جسرين والثالث انباق وغلط. هسه اليوم الجسر الثالث صار نقمه على محافظه بابل اللي هو جسر الطهمازيه. هذا الجسر اللي قبل ما يفتتح قدموا به مهندسين واستشاريين قالوا هذا الجسر يابا غلط، قالوا استمروا مجلس محافظه ورئيس مجلس محافظه في وقتها. اليوم هاي الصفقه اللي تشوفها عديد من الفساد، اليوم احنا هاي الصفقه ننطي دماء في سبيل متم وما تجري. اليوم الناشد الامم المتحده، المنظمات الانسانيه، منظمات المجتمع المدني، المرجعيه، سماحه السيد مقتدى الصدر، الاشراف، الناشد اليوم، البرلمان العراقي ورئيس البرلمان العراقي باعتباره محسوب على شريحه الشباب. اليوم ذول الشباب اخوتك طالعين يقولوا لك اعقد جلسه طارئه. اليوم رسالتنا الى رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه اوقف هاي المهزله لان راح تسيل دماء في بابل. اليوم اذا ما اوقفتوا هاي المهزله في بابل راح نصعد، راح نضرب عن الطعام، راح ندعي الى عصيان مدني. الشرفاء ندعيهم الى عصيان مدني. اليوم متم هاي وما تعبر هاي المهزله، لان اليوم احنا 15 سنه محافظه بابل تعاني من اختناقات مروريه، تعاني من سوء خدمات صحيه، ماكو خدمات صحيه، اليوم اصبحت المستشفيات فنادق، تعاني من ازمه تربويه، اليوم المدارس 73 طالب بالصف الاول ابتدائي، شو يريد يصير المعلم وشلون يقدم وشلون يوزع 40 دقيقه شلون يوزع على الطلاب. اليوم بابل مهمش اقتصاديا وخدميا وصحيا. نوجه الرساله هاي للشرفاء اللي يسمعها اللي يسمعها واللي ما يسمعها. اليوم عندنا اكثر من 50 الى 60 متظاهر راح يضربون عن الطعام، مستعدين يقدمون دماء حتى تنجح هاي الثوره، وبعدها راح يحترقون الفاسدين على جسر الثوره ان شاء الله يتعلقون، لان اكو ناس شرفاء بابل منتظر هاي الشباب تطلع، اكو ناس ما راضيه، اكو ناس قاعده ببيوتها تنتظر المسؤولين. غيرنا انتخبنا مره اثنين ثلاثه ماكو اي تغيير، بعدها راح نلجا للطرق يعني ننتظر احنا يعني عشمنا بيهم.
اختارهم الشعب، قشمرت الشعب مره مرتين ثلاثه، اذليتهم انفسكم بهاي الانتخابات. اليوم نعول على الناس الوطنيين، نعول على سماحه السيد مقتدى الصدر. اليوم اكو فساد بكتله الاحرار، اكو فساد كل الكتل بيها فساد، بس هاي الكتله استلمت الرئيس مجلس محافظه لدورتين. شنو اللي قدم؟ شنو اللي قدم ابو حنان؟ وشنو اللي قدم حيدر الزنبور؟ وشنو اللي قدموه بقيه الكتل؟ اليوم نعاني فساد بمحافظه بابل. اليوم الفساد سطوتها تغذيه الاحزاب من محافظه بابل، كل الاحزاب تاخذ تغذيتها من محافظه بابل. اليوم اذا ما وقفت هاي المهزله، اذا ما وقفت هاي المهزله، عندنا ناس جايه تموت جوع، ناس جايه تموت فقر. اليوم عندنا اكثر من 50% تحت مستوى خط الفقر، واحنا ب 2018 بلد نفط والصناعه والزراعه، يعني مع الاسف اليوم خريجين، اكثر الخريجين يمضي له 15 سنه يدفع عربانه. اليوم هاي مهزله، هاي اهانه للعلم، اهانه للتعليم، اهانه للانسان، اهانه للمسلمين. اليوم بحقل الدواجن، اذا طب الحقل الدواجن تلقى متوفره للحيوان، غذاء، كهرباء، ماء، اللي ذن ثلاثه نعاني من عندهم. محافظه بابل تعاني من كهرباء ومن غذاء ومن ماء. اليوم البطاقه التموينيه اصبحت مو شبه معدومه، وين جاي تروح؟ منو جاي تروح؟ وين جاي تروح فوارق النفط؟ وين جاي تروح الموازنات التكميليه؟ اليوم احنا جاي نعطي المجلس محافظه والمجالس المحليه رواتب كل شهر تبني مستشفى. اليوم الرواتب اللي ياخذونها ايش قدمتوا انتم المحافظه بابل؟ هاي الرواتب اللي تاخذونها اليوم لو ياخذها الشعب كل شهر يبني فتشد مدارس، كل شهر يبني مستشفى، شنو قدمت المجالس المحليه والمجالس البلديه الاقضيه والنواحي؟ شنو قدم مجلس المحافظه وديوان المحافظه والمحافظ؟ شنو اللي قدمتوه لبابل؟ اريد يطلع واحد من عندكم للاعلام ويقول هاي قدمتها لبابل. عمي انتم سويتوا رحمه صدام، انتم مجرمين، انتم مو مسلمين، انتم عديمي الحياه. اليوم اللي عنده حياه واللي عنده ذره شرف من تطلع محافظته عليه وتقول له انت فاسد، انت فاسد، انت تنحى، انت اطلع. اليوم اذا بيهم شريف، يوم اذا بيهم شريف هاي اللافتات وهاي الاصوات يطلع يستقيل. اي عضو مجلس محافظه يمتلك الوطنيه واختار الشعب. انا اوجه رساله للدول 18 واحد اللي اختاروا المحافظ اللي عليه شبهات فساد، المحافظ اللي جاكم كتاب من اللجنه القانونيه اللي انتم شكلتوها يقول هذا المحافظ غير شرعي، لغيتوها. طلعنا تظاهره قبل لا تختارون المحافظ وقلنا لكم لا تختاروا اكراما للزياره، احنا ما راح نسد الطريق. واختاريتوه وتقصدتوا انتم تختارون المحافظ، استغليتوا فتره الزياره والتهائنا وانشغالنا بالمواكب الحسينيه وزياره ابو عبد الله الحسين واختاريتوه كل ظنكم. اليوم حتى هاي الوضع اللي صار في بابل اختاريتوها من بين كل المحافظات، بابل مدينه امنه ومتاخيه وتعايش سلمي، سويتوا بلبله بالوضع الامني حتى تخوفونا. لا اليوم بعد قلنا لكم بعد ما نخاف احنا نستحي، بابل يستحون ما يخافون. واليوم احنا واقفين هنا ومستعدين ننطي دماء، اليوم ننطي دماء في سبيل تنجح هاي الثوره. الرساله الى رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان وللمرجعيه والسيد مقتدى الصدر، اوقفوا المهزله والفساد في بابل، واذا ما وقف احنا مستعدين ننطي دماء ونوقف هاي المهزله. هذا المحافظ احنا لحد الان احنا ما عندنا عداء شخصي، لا هو ولا البديل، ولا اختاروا محافظ هاي اليوم الابواب الترشيح اللي انفتحت، ولا رشح واحد. احنا لا 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 ويا عاد ولا ضد قرار، احنا ما نريد هاي الصفقه تتم، احنا نريد محافظ كفو نزيه كافي. 15 سنة للأحزاب نريد 6 أشهر، لأن الست أشهر راح يمررون به المشاريع، راح يمررون به الصفقات، راح يمررون به المقاولات، فراح ياخذون أضعاف فلوس من عندي ومن هاي الفقراء، فنريد هاي الصفقة متم. إحنا مو بس هذا المحافظ، حتى البديل رافضينه. اليوم نريد هاي الست أشهر للشعب، خدت 15 سنة أحزاب، 6 أشهر نريدها للشعب. نطالب بتغيير هذا المحافظ كرار العبادي وإلغاء القرار. كرار العبادي يقول أنا خريج مدرسة على العلاق، مدرسة على العلاق جلبت الويلات لأبناء الشعب العراقي على مرار سنين التغيير، لم يزلقوا شيئا إلى العراق ولم يزلقوا شيئا إلى أهالي محافظة بابل. لذا أقول هناك أقضية ونواحي قد سيطرت عليها هذه المدرسة وهي الآن شبه دمار، مدارس مهدمة، مستشفيات بلا خدمات، فقراء بلا سكن، هناك مشاريع وهمية، هناك مشاريع قد سرقت
أموالها. هناك مرقد الإمام القاسم بن الإمام الكاظم قد سرقت أمواله 3 مليار دولار، 3 مليار، لا أحد يعرف أين هذه الأموال أنفقت ومن الذي سيطر عليها واستحوذ عليها. لذا نطالب رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالنزول إلى الشارع البابلي لتقصي الحقائق وإلغاء مجلس محافظة بابل، كون هذا المجلس انتهك وخرق القانون وخرق الدستور بمخالفة واضحة وتجاهل مطالب أهالي محافظة بابل وتجاهل رأي اللجنة القانونية التي شكلت والتي استبعدت كرار العبادي كونه لا يمتلك بطاقة سكن وغير من سكنة محافظة بابل. لذا نطالب الشرفاء بالوقوف إلى جنب أهالي بابل المستضعفين لتوفير الخدمات التي سرقت من قبل الفاسدين أموالها. على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. لذا أقول أن المدرسة التي جاءت بكرار العبادي قد رفضها جميع الشعب البابلي واستبدل نوابها واستبعدهم. لذا هذه رسالة واضحة للرأي العام بأن هذا المرشح وهذا المحافظ الجديد هو غير مرغوب به من قبل أهالي بابل. ما هي المعايير التي استند إليها الأخوة في المجلس المحافظة لاختيار كرار؟ هناك أكفاء في دوائر بابل، هناك رؤساء جامعات، هناك عمداء في كليات، هناك مدراء عامين، هناك حملة شهادات عليا، هناك أناس تكنوقراط يستطيعون دفة الحكم. لماذا استبعدوا المرشحين البقية الذين يحملون شهادات في المجلس؟ ما هي المعايير التي جلبت كرار؟ مدرسة العلاقي التي جلبت كرار، فلا نقبل بأن تأتي المناصب عن طريق الأحزاب. نريد مرشح مستقل. كفى سرقة، كفى تخاذل، كفى تجاهل لأهالي محافظة بابل والفقراء والشعب. احنا متظاهرين بابل نطلب تغيير المحافظ، للمحافظ تنصب بفلوس، واسوأ محافظة محافظة بابل، لا من خدمات، لا من مي، لا من كهرباء، لا من شوارع. نريد محافظ كفوع. احنا ناس سلميين، لا جايين ضد واحد ولا عندنا عداوات ويا اي شخص، ناس جايين سلميين لأجل هاي الناس. قوات الأمنية قاعد تفتح الخيام وإحنا سلميين، لا عدنا لا أي شيء ولا هاي، يعني لا عدنا عرك، لا عدنا مهادمات، كل شيء ماكو، سلمية، مظاهرة سلمية، وهاي قاعد تشوفون القوات الأمنية قاعد تفلش الخيام. كلا لبيع المناصب.
اليوم وحضورنا في اعتصامات مجلس محافظة مطالبين بأن يكون محافظ نزيه شريف يخدم هذه المدينة. منذ 15 سنة لا يوجد أي محافظ أجى شغل هذا المنصب وطاه حقه، كلهم اللي أتوا لهذه المحافظة من أجل صفقات. فإحنا نريد محافظ يخدم هذه المدينة، ما عندنا أي شيء، ما عندنا أي منافع شخصية، ونأسف القوات الأمنية بأن تعاملت ويانا بصورة غير لائقة أمام لفض الاعتصام بالقوة. تنصيب كرار صار بأمور غامضة واستغلال وقت الزيارة، وحسب ما يصرحون بأعضاء مجلس المحافظة بأن أتى كرار بصفقة سياسية. فهذا اللي نريد نعرف، لماذا هذا كرار ولماذا الإصرار على هذا الشخص؟ من هذا كرار؟ من يكون هذا؟ هل هو سياسي؟ هل هو ناشط؟ هل هو من وجهاء بابل؟ لماذا الإصرار على هذا الشخصية ولا أحد يعرف بهذا الشخصية من يكون ومن خلفه؟ اليوم احنا خرجنا من اجل انتخاب محافظ مستقل بعيدا عن الصفقات السياسيه. اليوم احنا خرجنا هنا من اجل احنا نطالب وجوه وشيوخ العشائر بابل ان ياتوا الى هنا من اجل اطفالكم. ليش هسه احنا جيل بعد جيل ياتي الى بابل ما يعرف شنو مستقبله؟ نطالب وجهاء رسالتي الى وجهاء وشيوخ العشائر بان ياتوا الى هنا ويطالبون بحقوقهم. اليوم نحن هنا مقابل مجلس محافظة بابل، احنا هنا سوف نعتصم الى ان تنفذ جميع المطالب التي نريدها، وان شاء الله ان شاء الله رسالتنا الى رئيس مجلس محافظة بان ينتخب محافظ نزيه بعيد عن الصفقات السياسية وكفو وبعيدا عن الاحزاب مستقل، وان شاء الله ان شاء الله تنفذ مطالبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجت هاي الجماهير للمطالبة بإنهاء الفساد والمحاصصة التي باتت تنخر في جسد أهالي بابل، حيث استغل بعض الفاسدين فترة الزيارة الأربعينية وهي فترة الإصلاح التي ثار فيها إمامنا الحسين عليه السلام لتنصيب محافظ بابل من ضمن الصفقات الغير معلومة، وجاءوا برجل ليس من أهالي بابل ولم يسكن محافظة بابل ولا يعرف عن بابل شيئاً، وإنما جاء لشراء هذا المنصب بأموالهم أو بغير طرق، فمن أجل صفقة لم يعلم فيها إلا في الخفاء. فخرجت هذه الجماهير لتقول للفاسدين كفى فسادا 15 عاما وأنتم تسرقون ببابل، 15 عاما والظلم يمر في بابل دون رقيبة ودون حسيب لكم، فكفاكم ظلما لأهالي بابل. واليوم نحن هنا ولم نتراجع عن مكاننا إلا بتغيير المحافظ بابل وإنهاء الفساد والمحاصصة، والله ولي التوفيق. ماكو مستحى، المستحى شالوه، خلي احكي بلغتنا الدارجه، المستحى شالوه. صفقه تلوح عليها الشبهات، شاب يجي يستلم بابل بطاقاتها بعقولها بخريجيها باساتذتها بالعقول النيره موجوده، يجي شاب ما واصل بابل ما شايف بابل ما يندل، شاب هسه ذا سله على اقضيه ونواحي والله يتيه بيها، ها يجي يستلم محافظه بابل، هاي بابل التاريخ، بابل التاريخ يابا، بابل هذا العالم كله صار من هنا. أول إنسان هبط على الأرض ببابل، أول نبي إجى على الأرض ببابل، كل شي بابل. تجي بابل يستلم هاي الشاب صفقات فساد، مجاري ما عندك، ماي ما عندك، كل شي ما عندك. أبسط يعني وصفها دكتور جامعي، قال إحنا هسا حالياً بوضع مكرم سامع مثل الدايس على واحد على راسك بمداسة، أنت تجي تقول له بس شوية وخر لي هنا تأذى. إحنا هذا هيج وصلنا لهيج مرحلة،
والحسين وصلنا لهيج مرحله وهي هذا واقع بابل. مطالبنا مطلب واحد وموحد، صفقه حالت عليها شبهات وانسان مو كفو، وانسان مو كفو ما نريد، نريد محافظ نزيه عقليه عامل بدوائر الدوله، ابن بابل. احنا ناس مو متحزبين لاي حزب، ما لاي حزب لاي حزب. شبهات الفساد هاي الموجوده، وانا قلتها قبل شويه، حتى اذا ماكو شبهات فساد، حتى اذا ماكو الرجل بلسانه يقول احنا انا تخرجت من مدرسه السيد علي العلاق. بابل ايش حصلت من مدرسته حتى تحصل من تلميذها؟ شو تحصل؟ شلون يقول الكتيبه بامرها. فبابل اسوء محافظه بالسياسيين مالتها، بقادتها، باللازميه، هم اسوء محافظه، كتيبه بامرها. والله ذا كانك على شعب بابل، اكثر تظاهرات طلعت هي بالحله، وكل ما تطلع تقمع، كل ما تطلع حتى زرعوا الاحباط بقلوب الناس، هالقد ما قمعت وكذا وكذا وكذا. احد اعضاء مجلس محافظه يقول اي نطلع نوفر لهم حمايه، بس نوفر لهم حمايه، هسه من طلعنا نصبنا الخيمه شالوها قدام عيونكم وصورتوها انتم، وين الحمايه اللي وفرتناها؟ وين الحمايه وهاي السيارات تفوت وراك قدامك بصف يطق مفخخ، يجي احد الاحزاب يذب له رمانه يذب له شيء، هاي حياه العالم هيك رخيصه عندهم؟ دقكم الشمس ساعتين ورحوا. هاي بالصيف قالوا ودكم الشمس، هسه يقولون انتم طر عليهم الدنيا، ها؟ يعني هاي حياه الناس هيك رخيصه عندكم؟ هسه هاي من انا يعني واحد اذا شمر له حصوت يعني ياذي له. صدق كذي يعني صدق اللي لم تستحي فاصنع ما شئت. محافظه باب الغنيه لها بهواي موارد بهواي كذا، يعني حسب ما الاعلام يعني هواي كفه وهواي اوفانه بغير، بس احنا نريد نطلع عن الشغلات القانونيه حتى ما يلزمونا قانونيا. الصفقه بها شبهات فساد، ومو بس هاي، كل شبابل كل شبابل لها صفقات فساد، ماكو صفقه تتحرك اذا مو فساد. ذاك اليوم لقاء عبد الله عويز حكاها، قالوا له عبد الله عويز ابن ناس اصحاب رؤساء اموال وكذا، قال ليش ما تلزم مشاريع محافظتك؟ قال لا مو نيم ونيم، نص بنص، نص بنص لازم تاخذ، فاكيد صفقاتها فساد. كلا كلا للاحزاب، كلا كلا للصراخ، كلا كلا للصراخ، كلا كلا للصراخ. يعني إذا كان سؤالك يتعلق بلماذا مدينة بابل هي الأكثر فشلاً، الأكثر ركاماً بين المحافظات، فالسؤال إجابته بكل وضوح، هناك حسن نية من أهالي بابل، وهناك إعطاء ثقة من أهالي بابل على أن هذا المحافظ أو ذاك سيقوم بالإنقاذ. للأسف الثقة الكبيرة بأعضاء مجلس المحافظة والحكومة المحلية قد جعل هناك فرقة بين أدوات الحكومة وبين مطالب المؤسسات وكرامات الناس. أوصلنا إلى هذا الحال، حال ترك هذه المدينة تئن وتشتكي وتعج بالمخلفات المختلفة والأمراض وغيرها من أدوات الفشل وبوصلة الفشل. اليوم كانت هناك فرصة أن نغير، مع احترامنا للمحافظين السابقين، ربما عملوا ربما فشلوا، لكن بشكل عام هناك فشل واضح، واليوم نريد أن نصحح بطاقة جديدة وآليات جديدة وشخصيات تكنوقراط، وما أكثر هذه المدينة التي تحمل شخصيات تكنوقراط وشخصيات في الميدان. لكن الحقيقة التفاف الأحزاب والتفاف القوى السياسية التي تدير المدينة المتمثلة بمجلس المحافظة وبعض الشخصيات قد أداروا الدفة لصالحهم وصوتوا على شخصية يعني تكون غير متوافقة، مع احترامي لهذا الشخص، لكن غير متوافقة مع عمل المحافظ. المحافظ يحتاج إلى شخص ميداني، وشخص على الأقل أن يكون مهندسا أو يكون في الميدان ومتعرف بشكل سابق وله تجربة في ميادين مختلفة من المؤسسات والدوائر. هذا الشخص أعتقد بشكل أو بآخر وحسب ما نسمع ليست له علاقة بالمدينة من ناحية العيش ومن ناحية الألم ومن ناحية المعايشة، وبالتالي لا أعتقد أنه سينجح، وسنخسر الوقت وسنخسر المال وسنخسر ربما رضا هذه الجموع على أداء المجلس. نحن نريد هناك التحام بين وتعاون بين المجلس وبين الجمهور وبين الرأي العام اللي
هو يفترض أن يكون غير تمثيل، لكن اللي حصل هو نوع من الالتفاف على هذه الرغبات وهذه الصرخات، ونتأمل من أعضاء مجلس المحافظة أن يعدلوا هذا القرار وأن يختاروا شخصية تتناسب مع ما تنتظره الحلة كمدينة فيها عمق ديني وحضاري وتربوي، أن يعادل الكفة بسنين قد ولت وأضاعت على مستوى الاستثمار والبناء والتربية والصحة وغيرها. أعتقد هذا الشخص قد لا ينجح، لذلك نتأمل بشخصية أخرى وأن يعاد انتخاب شخصية مرموقة وتتفاعل مع هذه الصرخات وأن تعرف ما تريد ولها خارطة الطريق واضحة حتى يمكن أن نمضي وننجح. وأنا أتساءل أمام وكالتكم الموقرة، ما هي وسائل الإقناع التي يمكن أن يضيئها مجلس المحافظة لأهالي الحلة، ومنهم أنا المتكلم، على أن هذا الشخص قد يكون منقذاً وقد يكون وحيداً على رأس هذا الهرم؟ الجواب باعتقادي لا موجود. لذلك باحترام هذه الآراء واحترام عمق المدينة، عليهم أن يعدلوا هذا المسار وأن يعيدوا النظر باختيار محافظ جديد، محافظ عليه أعباء جديدة، محافظ لا ينام الليل، وأن يمسح بيديه رأس كل طفل وكل مظلوم في هذه المدينة التي ظلمت منذ 15 عام. يعني أولى هذه السرقات هي سرقة الرغبة وسرقة الاختيار. هناك تقديم عبر السيفيات وعبر آلية معينة وضعتها الأخوان في المجلس، لكن واضح لم يلتزموا بها، وهذا يعني هذه تصادر الرغبات معيبة وغير واضحة وغير صحيحة. لذلك نحن نتألم على هذه الآلية. إذا كنتم تبدون شخصا ما فكافوه أنتم، وليس على حساب سنين المدينة وأموالها وسمعتها ومع احترامي لهذا الشخص. لكن بشكل أو بآخر نحن لا نقبل أن يفرض علينا شخصا لا يليق بالمدينة. خمسة صلي.